ليك كابتن كبير كابتن احمد شوبير، وطبعا ضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو كابتن محسن صالح والكابتن خالد بيبو، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت لحضرتك يا كابتن شوبير، ان شاء الله يعني بعد المباراه نكون مع حضرتك على الهواء مباشره، وبالتاكيد بعد فوز النادي الاهلي والتاهل للمباراه النهائيه من بطوله كاس السوبر المصري. زي ما حضرتك شايف طبعا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، ومعايا مجموعه من اعضاء النادي الاهلي، طبعا هنسالهم رايهم بالتاكيد في مباراه اليوم. يمكن طبعا عايز ابارك لحضرتك في البدايه على تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية، وشايف المباراة النهاردة إزاي؟ والله طبعا مبدئيا لازم أقول ألف مبروك لينا كلنا، بس الأداء يعني طبعا ما يسعدش حد، يعني احنا كنا نتمنى أن الأداء يبقى في تحسن، برضو الوضع على هم كما هو عليه، يعني لازم نشوف كورة، لازم نشوف لعيبة عندها حماس بيعملوا مجهود، عايزين يسعدوا جمهورهم، يعني كلنا وراهم طبعا في كل الأحوال. أولا ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي ولاعيبه وجهاز النادي الأهلي ولاعيبه النادي الأهلي. النهارده الماتش كان عصيب، وفرقة سيراميكا قوية جدا طبعا بالصفقات الجديدة بتاعتها، ولكن بفضل الله الأهلي هو الأهلي أيا كانت الطريقة أو أيا كان اللعيبة اللي موجودين. مبروك طبعا ليكوا رجالة، ومتشكرين إن أنتوا كسبتوا ماتش النهارده برغم علامات استفهام كثيرة على التشكيل من كولر النهارده. الحمد لله على كل حال. رسالتي للاعيبة الأهلي، صالحونا، أنتوا زعلتونا. النهارده مش هنقدر نلوم على اي لعيب، لان الحقيقه برضه هو التشكيل والخطه والطريقه هي اللي عليها علامات استفهام. النهارده المباراه عصيبه، يعني تكتيكيه دفاعيه، حب المدرب ان هو يقفل، اللعيبه تحملت على نفسها اصابات ووقفت على رجليها، ولكن برضه نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف المنظر احسن من كده، نشوف الكره الهجوميه، نشوف النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. خلينا واقعيين، يعني بعد البطوله اللي احنا لسه خسرانينها ما ينفعش يبقى ده الاداء، وما ينفعش تبقى دي التشكيله، والماتش مش كويس، وفي حاجه غلط في الفرقه ما حدش فاهمها بصراحه، وانا مش عارف ايه اللي احنا شفناه النهارده. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله تحصل الثلاثيه تاني. الحمد لله ان المباراه كانت صعبه جدا، للاسف احنا في اخر يعني في اخر الشوط الثاني وبدايه في اخر الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني كان خط الوسط عندنا مش موجود تقريبا، يعني او كانوا مجهدين او ما عملوش مباريات تحضيريه كتيره، لكن الحمد لله لعبوا رجاله في اخر المباراه، وده طبيعه النادي الاهلي ان احنا بنفوز دايما باذن الله. الحمد لله ان احنا غلبنا، لكن انا زعلانه كان مستوى اللعب مش كويس ابدا ابدا، ده مش النادي الاهلي، قاعدين على اعصابنا طول المباراه. انا مش عارفه كان في ايه، في حاجة مش طبيعية خالص. احنا قلنا الاهلي بعد مباراة السوبر الافريقي هننزل بقى، يعني محدش هيعرف قصادنا.